حتى البن. والله العظيم انا بقعد افكر هو التجار عايزين ايه يا جماعه. طيب اصبح عندنا جدل غريب وغير مفهوم. واحد ارتفاعات سعر البن ماشي. وبالمناسبة ارتفاعات سعر البن يعني انا بقعد كده اقرا شويه لما الاقي مثلا يقول لك ايه تم رفع سعر كيلو البن عند مش عارف مين ومين ومين ومين. فشوف طب يا جماعه هم جماعه في اوروبا والدول المتقدمه عملوا ايه برضو عندهم سعر البن زاد. فلقيت بعض الكتابات بتقول ما زالش طبعا الزيادات اللي عندنا، احنا الزيادات اللي عندنا دي دايما زيادات غير مفهومه يعني. فقال لك لكن توجه المواطن الاوروبي الى انه بدل ما كان بينزل الصبح يشرب قهوته في مكان ما وياخد معاها باتي كرواسون على راي استاذ فؤاد المهندس الله يرحمه بيتي بان ساكلاما، قال لك لا انا اشرب يا عم القهوه في بيتنا ارخص. طيب ارجع للحاله المصريه، سعر البن زاد، ما انا هشربه في بيتنا، سعر البن زاد. البعض قال لك لا ده مش بس كده، ده اصبح وده جدل، اصبح في بن مغشوش مخلوط بايه ده؟ ايه يقول لك بقى يتخلط بفول صويا، يتخلط بفول سوداني، بسله محمصه. ايه 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 ايه؟ احنا مش فاهمين حاجه، بالراحه. طيب خليني افهم على مساله سعر البن اللي زاد وحكايه الخلط والغش التجاري من الاستاذ حسن فوزي رئيس شعبه البن بغرفه القاهره التجاريه. اهلا بيك يا استاذ حسن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عامل ايه يا فندم؟ ايه الاخبار؟ اهلا بالساده المشاهدين. كله تمام؟ الحمد لله حبيبي، ربنا يطمنا. سعر البن اخباره ايه؟ هو بس خليني اوضح بس في الاول كده فندم، ان بالنسبه للارتفاعات اللي حدثت في البن في الفتره الاخيره ده كان سببها ان طبعا اول حاجه ارتفاع سعر الدولار وارتفاع البورصه وارتفاع النولون ومصاريف الشحن وهكذا يعني كده. لكن اسعار البن الحقيقه يعني هي مستقره حاليا طول ما سعر الدولار ان شاء الله هيستقر. لو سعر الدولار نزل هننزل السعر. طب ما هو نزل خلاص يبقى بس اديني مساحه. ما هو نزل، ده نازل 26.5% وهيثبت. هيثبت، هو هيثبت حسب يا رب ان شاء الله. حسن باشا هتلاقينا اول ناس نزلنا ان شاء الله. حسن باشا انت سيد العارفين وطبعا اكيد متابع كل حاجه. احنا بنتكلم كل مصر بتتكلم على راس الحكمه، كل مصر بتتكلم على الصندوق النقد، كل مصر بتتكلم على اتفاق الاتحاد الاوروبي، فالفلوس داخله داخله، فالدولار واقع واقع، ما بقاش فيها بقى ايه خلاص شك. احنا دلوقتي كل لومنا على ايه؟ انه احنا انا بقدر اتفهم وجهه نظر التجار لما يقول انا بشتري على الغالي وراس مالي بضاعه، فلازم اتحوط وانا عايز اشتري مثلا نفس كميات البن هي هي، فببيع غالي يا جماعه عشان اعرف اشتري نفس البضاعه. طب دلوقتي سعر الدولار وقع، انزلوا معانا. ما انتوا لما بيعلى بتعلوا، مش بتكلم على البن بس بصراحه، بس لما بيعلى الدولار البضاعه تغلى، لما بيقع الدولار البضاعه ولا شايفانا ولا حاسه بينا زي ما هي. لا يا فندم، هو اكيد طبعا الدولار لما هينزل لازم سعر البن هينزل، لان احنا سوق مصر سوق كبير وفي منافسه كبيره وفي عرض وطلب. المنافسه ديت هي اللي هتخلي الاسعار تنزل، لازم الاسعار تنزل. طالما ان في عرض وطلب فلازم يكون في سعر منافس ولازم يكون في نزول في الاسعار اكيد يعني. طيب يعني نتوقع انه ممكن السعر يبدا بتاع البن يقل على امتى؟ يعني يوم 2 3؟ هقول لحضرتك لو طبعا التاجر اطمئن ان في انخفاض حقيقي في سعر الدولار بالكتير 10 ايام اسبوع بالكتير، بس نلاقي فعلا ان السعر الحقيقي بتاع الدولار هو السعر اللي نزل فعلا يعني ان شاء الله. انا برضو هستاذنك طول بالك عليا سنه كمان. ما هو التاجر يعني اطمئن ليه انه سعر الدولار زاد؟ اشمعنى بيطمئن لما سعره يزيد وما بيطمئنش ان سعره بيقل؟ لا ما هو بص يا استاذ يوسف، يعني التاجر دايما واخد بال حضرتك ما بيزودش كل يوم برضك، التاجر برضك بياخد فتره طويله على بال ما بيزود، لما بيحس ان هو فعلا المكاسب بتاعته راحت والخساره بتاعته وهيبتدي يخسر فعلا. احنا دلوقتي بنحافظ على التاجر ان هو ما يخسرش، مش يكسب، لا ان هو ما يخسرش بس.
ده التاجر بيزود كل يومين ثلاثة، السعر بقى 70 زود السعر، السعر بقى 73 زود السعر، ده بقى 75 زود السعر. فاحنا مؤمنين مساكين طيبين غلابة. احنا طبعا نأمل ان الدولار ينزل ويستقر الأسعار، والأسعار هتنزل ان شاء الله. طيب ماذا بقى عن موضوع الخلط ده؟ ايه موضوع البسلة وفول الصويا وفول السوداني؟ ايه القصة دي؟ هو انا عايز اقول حاجة، ان يعني اي مهنة لو السعر بتاعها زاد شوية بيبقى فيه دخلاء في المهنة، واخد بالك، عشان يربحوا عشان يعملوا فبيغشوا في الحاجة. بس انا اللي عايز اقوله ان دول دخلاء للمهنة، ليس يعني الاصليين بتوع المهنة. الاصل بتاع البن بتاعه لا يمكن يغش البن ابدا يا فندم. دول الدخلاء طبعاً اللي بيخشوا عشان يعملوا ارباح. وعايز اقول حاجة تاني، ان في رقابة برضك في الاسواق عن طريق الصحة والتموين والاجهزة الرقابية اللي بدورها بتقوم بسحب عينات باستمرار، ولو البن فيه غش، واخد بالك، في غرامات وفي عقوبات صارمة بتوصل للحبس كمان. فلازم يكون طبعا اللي بيغش ده عارف ان هو هيتحبس، فهيتغاضى عن الموضوع ده خالص يعني. لكن لو اتقفش يبقى خلاص، يبقى هو بقى اللي جابه لنفسه، لان احنا بيحكمنا اللي هي ايه، اللي هي المواصفات القياسيه بتاعت البن. لكن الحاجات التانيه دي كلها دخيله على البن ومش في المواصفات القياسيه، فطبعا لازم يكون القانون صارم في الموضوع ده. طيب تنصحنا احنا كمستهلكين نفرق ازاي؟ انا بشوف قدامي البن مسحوق. ايوه. تنصحني ان انا ايه، اجيبه وهو حب متحمص ويطحن قدامي؟ بص يا استاذ يوسف، الكيف القهوه واخد بال حضرتك بيعرف على طول ان البن ده اذا كان مغشوش ولا لا، من قوامها، من ريحتها، من مذاقها. يعني عايز اقول لحضرتك ان الكيف هيفهم على طول اذا كان البن ده مغشوش ولا لا، دي حاجه. الحاجة الثانية ان هو لو جاب يعني عمل اختبار صغير بسيط جدا، شوية مية عليهم معلقة بن، لو البن ده رصب لتحت تعرف ان هو في اضافات، يعني تقيل، واخد بالك، بينزل لتحت خالص، يبقى ده في اضافات. لكن لو طاف فوق المية لفترة تعرف ان البن دوت بن سليم. كمان في حاجة، لو مثلا في سماكة الوش كبيره جدا، يعني تلاقي الوش القهوه تخين جدا جدا جدا، زياده، ده برضك يعني ممكن يكون فيه اضافات. ده غير بقى ان هو لو غير اللون بتاعه البن، يعني عن اللون البني، لان لونه اتغير لون تاني، يبقى بيتغير بلون الاضافه اللي هو حطها يعني. طيب لو انا لسه بشتري، يعني ما انا بروح الاول اشتري وبرجع البيت اكتشف اذا كان البن ده 100 ولا البن ده مخلوط، لكن وانا داخل اشتري اعرف منين اجيبه حب متحمص ويطحن قدامي ولا اعمل ايه؟ لو انت شاكك في ان البن اللي انت بتاخده دوت مغشوش ولا حاجه، قول له اديني بن حصى واطحنه قدامي. هيطحنوا قدامك ويكون المكنة فاضية ما فيهاش حاجة، يطحنوا قدام حضرتك تعرف ان هو البن ده سليم 100%. وفي محلات كتير على فكرة بتعمل الطريقة دي. وطبعا انا عايز انصح الناس ان هم يشتروا من مطحن البن، احسن وأأمن الف مرة من ما يشتريه مثلا من كده، من هنا ولا هنا يعني. طيب يا مسهل الحال، يا رب. واحدة واحدة علينا حسن بيه، ربنا يخليك. أشكرك يا فندم، أشكرك كل شكر ليك. أستاذ حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية.